بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، نتواصل مع حضراتكم مع تواصل هذه التحديات والانطلاقات، انطلاقة الشوط الحادي عشر الخاص بفئة القعدان الحقائق، ومسافة 3 كيلو مترات هي المسافة الخاصة بهذا السن، سن الحقائق. نسير مباشرة إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول وإلى التحديات الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام، وهنالك عباب لسيد سلطان بن سعيد بن محمد بن إبراهيم من يقدم لنا عباب على المركز الأول. المركز الثاني المختبر سعيد بن محمد بن سعيد بن راشد الخاطري من يقدم لنا انطلاقة المختبر، من يحمل لنا الرقم 1 ويبحث دائما وابدا عن المركز الاول وعن صدارة هذا الشوط. المركز الثالث الوصول مع رعد سالم بن غانم بن ناصر الدرعي من يقدم لنا انطلاقة رعد، بينما المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام عزام خليفة بن خميس بن محمد الصوب القادم من الجانب الايمن، والمركز الخامس الشميمي سلطان بن حمد بن اصلي الشامسي من يقدم لنا الشميمي، والقادم في هذه اللحظات شاهين حمد بن صالح بن عيد المنهالي من يقدم لنا انطلاقة شاهين الحاضر في هذه اللحظات على مستوى المركز الخامس وسادس التحديات الباهر، محمد بن حميد بن عبيد بن علي الدرعي من يقدم لنا انطلاقة الباهر في هذه اللحظات، وهنالك أيضا التسلل مشاهدينا متابعينا الكرام والانطلاق المميز، من بدأ بالتسلل في هذه اللحظات تبين رامس بن محمد بن ضبيب العامري من بدأ يتسلل في هذه اللحظات يقدم لنا انطلاقة بين بدأ بالانطلاق هنا وصولا إلى المركز الثاني في طريقه إلى مقدمة هذا الشوط ليستلم القيادة ويستلم ريادة هذا الشوط، شعار رامس بن محمد بن ضبيب العامري من يقدم لنا بين. المركز الثاني عزام خليفة بن خميس بن محمد بالصوب من يقدم لنا انطلاقة عزام، من يحضر على مستوى المركز الثاني وثالث التحديات مشاهدينا متابعينا الكرام، الوصول مع شاهين سعيد بن محمد الضحاك المنصوري من يقدم لنا انطلاقة شاهين، ولكن العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول بين على الصدارة وعلى المقدمة، ينطلق بهذا الشعار الكبير والمميز رامس بن محمد الضبيب العامري من يقدم لنا بين على أول التحديات وأول الانطلاقات. المركز الثاني المختبر للسيد سعيد بن محمد بن سعيد بن راشد الخاطري من يقدم لنا انطلاقة المختبر، من يحضر على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث الماهر محمد بن عوض بن عتيق بن زيتون المهيري يتقدم شعار بن زيتون في أول نداء لانطلاقة هذا الشعار الحاضر على مستوى المركز الثالث. بدأت التحديات مشاهدينا متابعينا الكرام، بدأنا بالاقتراب من جولة التحديات، جولة الأوامر، العصافير الطاني يا سلام، بين ينطلق هنالك بالمقدمة، ولكن المختبر سعيد بن محمد بن سعيد بن راشد الخاطري من يقدم لنا المختبر، وبين رامس بن محمد بن ضبيب الشامس هنالك العامري بدأ يتقدم على المركز الثاني، ولكن الصدارة المختبر سعيد بن محمد بن سعيد بن راشد الخاطري ينطلق بناموس هذا الشوط. الخاطري سعيد بن محمد بن سعيد بن راشد الخاطري المختبر من يحمل الرقم 1 ينتزع المركز الأول، تهانينا والناموس لمالك المختبر سعيد بن محمد بن سعيد بن راشد الخاطري. المركز الثاني وصل شاهين سعيد بن محمد الضحاك المنصوري، وثالث المراكز المركز الثالث بين رامس بن محمد بن ضبيب العامري، والمركز الرابع وصل على مستوى المركز الرابع الماهر محمد بن عوض بن عتيق بن زيتون المهيري، وخامس المراكز
وصل على المركز الخامس مهذب السيد سعيد بن سالم بن حمد علي ديري. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، تهانينا وناموس لمالك المختبر سعيد بن محمد بن سعيد بن راشد الخاطري على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني 4 دقائق 25 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني حضر على ثاني شاهين سعيد بن محمد الضحاك المنصوري 4 دقائق 26 ثانية و8 أجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث بين السيد رامس بن محمد بن ضبيب العامري بتوقيت زمني 4 دقائق 27 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا الناموس. المركز الرابع وصل مشاهدينا ومتابعي الكرام الماهر بشعار بن زيتون بتوقيت زمني 4 دقائق 27 ثانية 9 أجزاء من الثانية. كان وصول الماهر محمد بن عوض بن عتيق بن زيتون المهيري. وخامس المراكز وصل بتوقيت زمني 4 دقائق 28 ثانية و9 أجزاء من الثانية. توقيت مهذب سعيد بن سالم بن حمد علي ديلي. تهانينا والناموس.